صباح الخير على كل متابعين برنامج نجمك مع يارا. حقيقي انتوا وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات، ويا رب حلقاتنا تكون بتعجبكم وبتتابعوها. النهارده انا حابه كده ابدا البرنامج بمداخلات مع نجوم كلنا بنحبها وانتوا كمان بتحبوها وحشتكم، عشان نطمنكم عليها وكمان نعرف ايه اخر اخبارهم. معانا اول مداخله. الو. ايوه نجمتنا النهارده بقى كل الناس بتحبها وحشتها، ودايما اي كلمه منها كده بتطلع ترند. يا حبيبتي استاذه ليلى طاهر منوراني. في البدايه بقى طمنيني على حضرتك يا استاذه ليلى. انا كويسه قوي الحمد لله، واموري ماشيه. هي الاشاعات اللي بتتكتب دي لكن كلها طبعا مش صحيحه. طلعت اشاعات على حضرتك الفتره الاخيره بان حضرتك تعبتي. الاشاعات دي يعني بتزعج حضرتك قد ايه، او بتزعج اللي حواليكي قد ايه؟ هي بتزعج اللي حواليا اكتر ما بتزعجني انا. يعني انا من اللي بيضايقني قوي ان هم بيتسببوا في ازعاج ناس كتير، قرايب ليا مسافرين مش موجودين، جمهور بيحبني، يعني كل اللي حواليا اللي يعرفوني بيتنكدوا بيزعلوا بيتأثروا وبيفتكروا الموضوع بجد وبيدوروا يدوروا عليا وكده، فهو ده اللي بيزعلني. لكن انا ما بزعلش لانه كل حاجه وليها معاد، فما يهمنيش النهارده بكره. هم خلاص ما بقت من كتر ما كتبوا الاخبار الكاذبه ما بقاش لها تاثير عليا انا، لكن لها تاثير على الناس. صح. طب تحبي تقولي لهم ايه يا استاذه ليلى لاي حد بيروج اشاعات زي دي؟ اقول لهم لو ده فشل صحفي، لانه لو عندك موضوع كويس تقدر تشد بيه المشاهد او القارئ عشان يقرأ لك هذا الموضوع، ما كنتش لجأت لاستغلال اسم فنان عشان تعمل إشاعة كاذبة. ومش مرة، دي مرة واثنين وثلاثة وخمسة يعني، ومش أنا لوحدي، ده فنانين كثيرين بيعمل معهم كده. حضرتك نجمة كبيرة جدا وكلنا بنحبك والجمهور بيحبك، ممكن ترجعي في قرار الاعتزال مرة أخرى أو تفكري فيه؟ لا يا حبيبتي، لا خلاص المدة طولت بقى، فما ما ينفعش. يعني كان في أولها ممكن افكر ان انا ارجع لو اتعرض عليا عمل كويس، لكن ما دام طالت المده يبقى لا ما ينفعش بقى. حتى لو جالك ورق كويس او مسلسل لا كويس؟ لا حتى لو ورق كويس، لانه ليلى طاهر في الفتره اللي الناس شافتها واللي عرفتها بيها هتختلف عن ليلى طاهر اللي هتطلع النهارده. فدي بقى واحده جديده اسمها ليلى طاهر برضو، بس لا ده حضرتك قمر وكلنا بنحبك كده كده يعني. نعم. كل حضرتك قمر وكلنا بنحبك كده كده. ربنا يخليكي، ده من ذوقك يا حبيبتي. حبيبتي مين الفنانين بقى اللي متواصلين مع استاذه ليلى دلوقتي وبيطمنوا عليها على طول وفي صله كده ما بينكم؟ والله كتير كتير، يعني كل زملائي اللي موجودين في مصر وفي اي مناسبات بنكلم بعض، لكن طبعا انا مش مختلطه اختلاط دائم الحقيقه، لان انا عايشه دلوقتي حياه اسريه اكتر منها فنيه. عايشه مع ابنائي مع احفادي، بحب السفر بسافر، يعني حياه اسريه اكتر منها فنيه. طيب بتشوفي الفن دلوقتي فرق ازاي عن جيل حضرتك لما كنت بتمثلي والجيل حاليا، شايفه الفرق ما بينهم عامل ازاي؟ والله كل مرحلة ولها ناسها الحلوين الناجحين، وهو كان حصل فترة كده حصل فيها نكسة في الفن عموما نتيجة للظروف السياسية وحاجات كده، لكن عاد الفن المصري تاني ينتعش من أول وجديد، وبقى فيه نجوم حلوين وبقى فيه أعمال كويسة. بس إحنا كنا عايشين في زمن فيه الكتاب الكبار اللي كنا فعلا كتاباتهم لا تنسى واعمالهم لا تنسى. مين من النجمات اللي بتعجب حضرتك حاليا، ومين من النجوم الرجاله كمان اللي انت بتحبيهم وبتحبي تتابعيهم؟ لا انا بتابع يعني، انا بحب الفن وانا فنانه وبحب الفن وبحب اعرف الفن وصل لايه، وخصوصا الفن المصري اللي يهمني لانه مصر هو مصر. في فنان مصري بتحبيه؟ الحمد لله دلوقتي في صعود دائم.
طب فنانة كده بتشوفيها على الشاشة بتقولي الله على موهبتها، أو بتعتبريها كده خليفة ليلى طاهر؟ لا مش هقدر اقول لك اسماء الحقيقه عشان ما اظلمش حد معايا، لكن لا في كتير حلوين نساء ورجال ومخرجين ومؤلفين، بس انا عايزه المؤلفين يكتروا شويه. إيه، طب يعني لو حد هيعمل استيراد ذاتية ليلى طاهر مسلسل أو فيلم، تحبي مين تجسدها؟ نعم لو حابين نعمل سيرة ذاتية لأستاذة ليلى طاهر، تحبي مين يجسدها؟ لا ما ينفعش ما ينفعش، بترفضي السيرة الذاتية؟ ليه ما ينفعش إن حضرتك لا ما ينفعش حد يحل محل حد، ما ينفعش. يعني أنا أحب ممكن نكتب عن السيرة الذاتية، ممكن تبقى يعني، لكن عشان أجيب ممثلة أقول هي دي ليلى طاهر وتمثل حياة ليلى طاهر، لا ما أفضلش يعني. ربنا يدي طبعا حضرتك طولة العمر والصحة وكل حاجة حلوة، بس بيبقى لكل حد وصية كده، ايه وصية أستاذة ليلى طاهر؟ وصيتي مصر كلها يعني، انا يعني وصيتي انه كلنا نحب مصر، كلنا نعمل لمصر، كلنا نبقى ولاءنا لمصر. احنا بنحبك يا استاذه ليلى، وربنا يديك الصحه يا رب وطوله العمر. طيب عايزه اقول شكرا. رساله بقى لكل الناس اللي بيحبوا حضرتك، تحبي تقولي لهم ايه من خلال برنامج نجمك معيارة؟ اقول لهم بحبكم قوي قوي قوي، وبالرغم من هذا الخبر السيء اللي بيكتبوه ان انا حصل لي اني توفيت او كده، ولكنه له ميزه واحده بس، ان انا بحس بحب الناس قد ايه، واهتمامهم بيا وسؤالهم عليا، وفرحتهم لما يحسوا ان انا اللي برد عليهم وان انا ما زلت على قيد الحياه، فده بيسعدني جدا. وانا بحب الناس، كل جمهوري انا بحبه، الجمهور المصري، وهو اللي انا طلعت بيه من تاريخي الفني. ايه اكتر درس اتعلمتيه يا استاذه ليلى في حياتك، او موقف اثر عليكي قوي اتعلمتي بعدها؟ غدر مش فاكرة مش ناس فاكرة. قريبين. طيب دلوقتي لو انا عايزاكي تنصحي ست دلوقتي في الشغل وفي البيت، يعني ضغط الشغل وضغط الحياة بقى يخلي معظم الستات تأثر على تربية ولادها، وده للأسف بقينا نشوفه مع الجيل الجديد، تحبي تنصحيهم تقول لهم ايه؟ لا لا نهمل أولادنا على الإطلاق، مهما كنا مشغولين، مهما كان ورانا مسؤوليات، فالمسؤولية الأولى للأم هي أبنائها، وبعدين أي عمل آخر. صح، عند حضرتك بتشوفي ازاي ظاهرة الترند يا استاذة ليلى حاليا؟ نعم ظاهرة الترند وبقى فيه هوس بالترند في الوسط الفني، يعني شايفة ازاي الظاهرة دي الفترة الحالية؟ انا ما بهتمش بالحاجات دي خالص بقى، يعني في حاجات كده بقت حاجات جديدة، وده ترند وده مش ترند وبتاع، دي امور ما بتشغلنيش خالص. طيب ايه رأيك في حال السينما الفترة الحالية، واخر فيلم اتفرجتي عليه وعجبك؟ لا الافلام القديمة برضو ما زي ايه؟ طيب زي ايه يا استاذه ليلى؟ متحيزة شوية، متحيزة للقديم او لجيلنا او للفن المصري الاصيل اللي كان موجود، لكن بعترف بان الفن المصري في تقدم وازدهار. طب ايه اكتر فيلم كده مهما قعدتي تتفرجي عليه ما بتزهقيش منه، او مسلسل قديم؟ الايدي الناعم. شكرا يا استاذه ليلى ونورتينا يعني، وانا كنت مبسوطه ان حضرتك معانا. نجمتنا النهارده من اهم النجمات اللي سابوا بصمه على في الوسط الفني والساحه الفنيه، معانا نجمه انا بحبها جدا، النجمه نجوى فؤاد، منورانا يا حبيبتي وانا بحبك جدا. وانا بموت فيكي كده كده. ازيك؟ في البداية بس عايزين نطمن جمهورك على الحالة الصحية بتاعت حضرتك. خير عليكي وعلى مستمعينا جميعا، والحمد لله انا بخير، ولكن هي وعكة عادية، ما هو الانسان معرض يعني، ورحمة ربنا كبيرة. سمعنا ان حضرتك النهاردة كنت في المستشفى، طمنينا على صحتك دلوقتي عاملة اه ايه؟ والله كنت بعمل أشعة على رجلي، ركبي بتوجعني، وعندي البطانية وجعاني برضه. طيب هل بالفعل حضرتك كلمتي النقابة عشان تقف جنبك في الأزمة الأخيرة ولا لأ؟
معلش الصوت واطي قوي، انا مش سامع حاجه خالص. هل بالفعل حضرتك كلمتي نقابة عشان تساندك في الموقف ده وما حصلش أي جديد لحد انا دلوقتي؟ كلمت انا النقابه، بس ده كلام من ده مش عارفين ثلاثه، يعني انا بقالي دلوقتي داخل على سنه ونص، حتى يعني يمكن الجمهور حبيبي الناس اللي بيحبوني وانا بحبهم ما بيشوفونيش في الساحه يعني خالص، لاني مش قادره يعني اقاوم ان انا اقدر اقوم والبس واتمكج واظهر بلياقتي العاديه اللي هم فاهمينها، ما مش قادره الحقيقه. طيب قالوا لك انا ايه كلمت النقابة؟ النقابه، ما النقابه ما عندهاش استعداد غير علاج بسيط يعني تحاليل بتاع حاجة كده، إنما علاج كامل لا ما أعتقدش. صحيح قالوا لك يا استاذه نجوى ان المعاش 600 جنيه بس؟ المعاش أنا سألت الدكتور أشرف الحقيقة، هو مالوش ذنب، هو نقيب، هو موظف زينا يعني موظف، فقال لي يا نجوى أعتقد هيبقى في حدود 600 جنيه أو 500 جنيه. فأنا طبعا ما كانش عندي الرد، ما يعني ما لقيتش رد أقوله غير إن أنا أقوله أشوفك بخير إن شاء الله بالسلامة وربنا وياك، قال لي أنا بحاول مع وزارة الثقافة وربنا وياك، مقدرش أقول غير كده وبشكره يعني لأنه اهتم بيا واتصل بيا أكتر من مرة الحقيقة، وعرض عليا من فلوسه الخاصة إنه يعني أنا آخد لو محتاجة، قلت لا الحمد لله مستورة لغاية دلوقتي. طب حضرتك نجمة كبيرة، وكان في تصريح لحضرتك ان المصاريف بقت عالية جدا وان مفيش دخل مادي لحضرتك بعد الاعتزال. مفيش مش أنا بس، في ناس كتير طب دلوقتي للحالات. بتصرفي من فين او الظروف المادية دلوقتي اخبارها لا ايه ما معاكي؟ يعني دي اعتقد دي حاجات بتبقى يعني خاصه للبيت، يعني خاصه حاجات خاصه جوايا، يعني الحمد لله مستوره شايفة ان وكتير. الفن غدار يا استاذة نجوى؟ نعم الفن غدار؟ الفن غدار، ما هو كل مهنه غداره، كل مهنه لها متعبها حقيقه يعني، بس هو الفن شويه زياده لان الإنسان بيحب الإنسان بيبرق على طول يعني للأسف ويبهر على طول وفي حالته السليمة على طول، وده ما بيحصلش لأن ربنا في أحيانا ساعات مطبات بيقع فيها الإنسان دي تبع ربنا يعني مش تبع، مش بإرادة الإنسان. طب يا لولا فترة المرض حضرتك، هل حضرتك كنت ممكن تكملي في مجال الرقص؟ لا طبعا انا معتزله من قبل المرض، انا مالي من المرض، انا بقالي 17 سنه سايبه فن الرقص، لكن التمثيل لا ما اعتزلش ما كنتش هتعتزلي. لغايه الان، لن افكر ان انا اعتزل التمثيل بس لان لو جه شيء دول لحضرتك وكان كويس ممكن ترجعي تفكري انك تمثلي؟ ما طبعا هو بيجي ولغايه الان بيكلموني، بس انا الحقيقه ما عنديش ان انا اقدر اقاوم العمل اللي بيجيني، يعني اقدر اقدم عمل جيد، اقدر اكون فت، اكون صحية، اكون واعية، ما باخدش مسكنات، ما باخدش حاجة، باخدش حقن، رجلي ما بتوجعنيش، ضهري ما بتوجعنيش، فلازم ما اتعبش المنتج اللي بياخدني كمان، يعني ملوش ذنب انه ياخد انسانة تيجي في النص تقول له انا مش قادرة اكمل. هو الفن ما فيهوش انا تعبان يعني كلمة انا. والفن ولا اي شغلانه، ما يعني كل شغلانه بتحب ان صاحبها او اللي بيشتغلها او اللي بينتجها يكون سليم. طيب بعد قرار انك سبتي مجال الرقص يا استاذة نجوى، هل حضرتك قلتي انا يعني يا ريتني ما دخلت المجال ده او ان انت حبيتي التمثيل اكتر من الرقص؟ ليه ربنا قسمه لي ونجحت فيه، هو ربنا اراد انه ينجحني فيه، هو عادي جدا شفت فيها كل ايام الحلوه وكل سنين حلوه والجمهور الجميل اللي دايما الواحد بيشوفه ويقول له انت فين انت سلامتك، دي بالدنيا دي اكبر ثروه في الدنيا. طيب يعني حضرتك نجمة كبيرة جدا جدا وكلنا بنحبك ويعني ليكي ابن او بنت في كل بيت، بس انت ما ندمتيش على قرار عدم الانجاب؟ يعني شوية
طبعا ندمت شوية وما ندمتش يعني في نفس الوقت، لأن في الظروف اللي احنا فيها دي مين كان هيكمل التربية أو يربي كويس معايا أو يتفرغ للتربية؟ ما كنتش أنا متفرغة يعني، فده كمان كان عقبة يعني في حياتي. طيب ما ندمتش، هو ربنا بصي كل حاجة ربنا مقسمها وكل حاجة ربنا بيردها بتتنفذ من عند ربنا. وبعدين احنا كلنا ولادك كده كده انتوا كلكم حبايبي حبيبتي. من يعني من عطر قلبي حبيبتي مين من والله. الراقصات دلوقتي بتعتبريها خليفة نجوى فؤاد؟ بصي انا ما بشوفش حد يعني كل اللي بشوفهم على الفيديو فيفي ودينا، ودول شخصيتين بحبهم جدا وبعزهم كبني ادمين قبل اي حاجه في الدنيا يعني. ماليش دعوه بقى هما بيعملوا ايه، بيشتغلوا ايه، بينافسوني ما بينافسوني، انا بحبهم من زمان واحنا بنعمل مع بعض طب لو قلت يعني لك اختاري واحدة في بس اعمال كتير بتحبيها، مع بعض. طب لو قلت لك اختاري واحدة بس بتحبيها منهم وبترقص حلو مين؟ بصي الاثنين بحب دينا، اولا ست محترمه وبحبها جدا جدا وعاقله ومتطوره وكل حاجه، وفي دمها خفيف والكاريزما بتاعتها بتخلي اللي ما يحبش يحب، فانا بحب فيفي عبده قوي 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 قوي. 5 بحبها. خمسه بحبها مش خمسه تحبي ولا تقولي لها ايه بحبها. وبتشوفيها ازاي يا استاذه دجوى؟ تحبي تقولي لفي في عبده وبتشوفيها ازاي؟ احب انا اشوفها ازاي يعني مش عارف، بتشوفيها ازاي يعني من وجهة نظرك كده كفنانه وكراقصه؟ انا بحبها في الرقص وبحبها في التمثيل، وحتى في التمثيل الكاريزما بتاعتها الكاميرا حباها يعني. كنا زمان نقول سعاد حسني ما بتظهر في الكاميرا الله يرحمها، الكاميرا بتزغرط لها. الكاميرا بتزغرط لها فبرضه دي ما كلمة حلوة قوي. ها الكاميرا بتزغرط لها دي كلمة حلوة قوي. كنا مدينا المسمى ده حقيقي يعني، الله يرحمه ويغفر له. فيفي كمان دمها خفيفة سواء على المسرح سواء في السينما سواء في التلفزيون في الانترفيوهات يعني، ست تلاقيها لطيفة تلقائية يعني عفوية يعني، ما فيش عندها حاجة صناعي. طيب أستاذة نجوى لو شفتي حد يعمل سيرتك الذاتية، يعني في ممثلة تعمل سيرتك الذاتية، تختاري مين؟ أو كراقصة في اختار الأفلام؟ نيلي، نيلي كريم؟ نيلي كريم. إيه اللي شايفاه بيعجبك فيها؟ كل حاجة تمثيلها، باليرينا، مؤدية أدوار كوميديا، مؤدية دراما، ميلودي دراما يعني. نيلي أنا بحب نيلي كريم أوي أوي، نيلي كريم نيلي فعلا كريم من على اهم الشاشة أوي. النجمات جيلها، ونيلي كريم نجمة كبيرة يعني، بالتوفيق ليها دايما وان شاء الله نعمل دايما فكرة السيرة دايما الذاتية. ربنا يوفقها ويسعدها ويخلي لها اولادها، وست جميله وست لذيذه يعني فيها ميزات كتير الحقيقه. وحضرتك كمان يا استاذة نجوى يعني من اهم نجمات اللي على الساحة، وسبتي بصمة كبيرة واحنا صدقيني كلنا بنحبك ان شاء الله ربنا يشفيني والتقي حبيبتي. معاكم بعمل كويس شرفتينا يعني ونورتينا والله يا عقود أستاذة نجوى. اللي فات ده، ربنا يقدرني بس. حبيبتي إن شاء الله تعوضي اللي جاي، وشرفتينا ونورتينا يا أستاذة نجوى والله. نطلع فاصل بقى ونرجع لكم تاني عشان تهتموا ببشرتكم. ورجعنا لكم تاني، والنهاردة بقى هنكلمكم عن براند مصري 100%، وانتوا عارفين برنامج نجمك معيارة بيشجع كل المنتجات المصرية، وطبعا مع الحر والجو اللي احنا فيه لازم نهتم ببشرتنا وبجسمنا بشكل عام. فمعانا براند لوليا، وهيبقى معانا مداخلة استاذة مروة امام، بس الاول هنعرض لكم فيديو نعرفكم على البراند. نيجي بقى لسيد الكل وسيد الناس اللي هو الكولاجين. تاني حاجة بقى هكلمكم عنها هو البادي لوشن. مبدئيا هو بيعالج جلد الوزة والبثور وبقع الجلد، وبيعالج كمان البشرة الجافة. آخر حاجة هكلمكم عنها
وهو البادي سكراش، بجد ريحته تحفة وثابت 100%. هاي انا سارة، والنهارده جايه اوريكم بشرتي قد ايه كانت فلتر، وكنت بقدر انزل من غير ولا نقطه ميك اب عادي جدا، لحد فجاه وبدون اي مقدمات بشرتي اتحولت 360 درجه، غمقان اكسده اثار حبوب قويه جدا، لحد ما لقيت الحل في سيرم الكولاجين البحري من عند لوليا كوزماتيكس، احسن سيرم استخدمته. مكونات السيرم كانت مفيده جدا مع بشرتي، خصوصا ان هو كان المكون الاساسي فيه الكولاجين البحري والهيلورونيك اسيد، فيتامين سي وحمض الكلكوليك اسيد، كل الكلام ده كان بيساعد ان بشرتي ترجع نضره تاني، ويقللوا جدا شكل الاثار الحبوب القويه في بشرتي. ده كان اول استخدام بعد ما استخدمت السيرم، اول يوم بعد ما استخدمته بشرتي كانت فعلا مليانه اثار حبوب، انا كنت بستخدمه على بشره منديه. ده بعد اول 4 ايام من استخدام السيرم اثار الحبوب قلت كتير، وشي ابتدى ان هو يفتح درجه عن مكان غامق. بعد اسبوع من الاستخدام بشرتي حرفيا اتحولت بسبب السيرم، انا لسه مستمرية عليه، بجد بجد اثار الحبوب قلت كتير، وده شكل بشرتي، ورجعت تاني انزل من غير اي فلتر. وبعد ما استخدمت ده قبل هوريكم بعد تبقى عاملة ازاي. حرفيا انا مش مصدقة اللي انا هوريهولكوا ده حقيقي، انا مش عايزة اي حد بجد يصدق كلامي، عشان ده من احلى المنتجات اللي ممكن استخدميها في حياتك. زي ما انتوا شفتوا كده كلها ريفيوهات لناس حقيقية بتتكلم عن تجربتها على براند لوليا، ومعانا أستاذة مروة إمام عشان تعرفنا أكتر على البراند. ازاي حضرتك يا أستاذة مروة؟ اهلا بيكي يا يارا، منورة عاملة برنامج ايه؟ نجمك مع يارا. ده نورك يا حبيبتي. في البداية عايزاكي تكلميني أكتر عن فكرة البراند، جاتلك ازاي؟ هي الفكرة جاتلي من حبي وشغفي للمجال طبعا، كنت حابة أتعرف عليه، وبالفعل بدأت أدرس واخد كورسات مكثفة وتعمقت فيها جدا لحد ما حصلت على شهادة دكتوراه في مستحضرات التجميل معتمدة وموثقة من المعهد الأمريكي. ومن بعدها وبعد بحث وتدوير كتير بدأت أجرب بقى في كذا منتج لحد ما وصلت لأحسن جودة ممكنة، والحمد لله النهاردة بقى عندنا منتجات بتنافس منتجات عالمية وبسعر أقل بكتير من السوق. طب كلمينا أكتر عن إيه المنتجات اللي بتقدمها براند لوليا؟ مبدئيا لوليا بتضم أكتر من 20 منتج لعلاج الشعر والبشرة والجسم، منتجات حرفيا مصرية 100%، بس احنا دورنا وعملنا دراسة لأكتر منتجات محتاجها السوق حاليا واشتغلنا عليها، زي سيروم الكولاجين اللي معانا دلوقتي البحري، والبادي لوشن والبادي سبلاش، وحرفيا علاج جميع مشاكل البشرة والجسم موجودة في ال3 منتجات دول. ايه مكونات بقى سيرم الكولاجين يا أستاذة مروة؟ مكونات الكولاجين، خلينا طيب نقول الأول قبل نتكلم عن مكونات السيروم وكده، عاوزة أقول الميزة الموجودة في سيروم الكولاجين البحري من لوليا، وهي إنه مجمع بمعنى إنه بيحتوي على جميع الفيتامين المطلوبة لعلاج أي مشكلة في البشرة، يعني مش هندور ونحتار لحل أي مشكلة في البشرة، لأن السيروم بيقدم لك حل لكل مشكلة بشرتك، شد البشرة مع تحفيزها على إنتاج الكولاجين، وبالتالي علاج للتجاعيد والخطوط الرفيعة وتركيب وترطيب وتفتيح وتوحيد لون البشرة، وعلاج آثار الحبوب والبقع والغمقان حوالين الفم. حرفيا هنستغنى عن الميك اب، أو مش هيبقى شيء أساسي معانا في كل خروجة. يعني مكونات السيروم بيحتوي على الكولاجين البحري وفيتامين سي وفيتامين اي وهيلورونيك اسيد وحمض الجلايكوليك. بيفرق ايه الكولاجين العادي عن الكولاجين البحري؟ خلينا الاول نعرف ايه هو الكولاجين العادي والكولاجين البحري. او الكولاجين العادي بيستخدم عن طريق الادويه وبيعالج مشاكل العظام، وبيشتغل على مرونه المفاصل وطبعا البشره والشعر. اما الكولاجين البحري بيستخرج من الاسماك والكائنات البحريه، ومفيد جدا للبشرة والشعر وصحة الجسم عموما. الكولاجين البحري والكولاجين العادي مهمين جدا، الفرق بينهم ان الكولاجين العادي امتصاصه صعب جدا، لو هنستخدمه للشعر او للبشرة هتظهر النتيجة في خلال من 3 شهور ل6 شهور، وما يطبقش دايركت كده على البشرة،
اما الكولاجين البحري امتصاصه سهل وسريع جدا وبيطبق دايركت على البشره، والافكت بتاعه بيظهر في خلال اسبوع من الاستخدام، بيستخدم امتى فمحتاجين بقى او كم مرة نظافه في كمان. اليوم؟ بيبقى فوري، يعني بيبقى من اول استخدام. طب هو بيستخدم كم مرة في اليوم يا استاذة مروة؟ بنستخدمه مرة كل يومين، يعني بيبقى يوم يوم على بشرة نظيفة ومندية. طيب البادي لوشن بقى مكوناته ايه؟ المواد الفعالة الموجودة داخل اللوشن هي يوريا بنسبة 10% والسلسلك بنسبة 1% والجليسترين وبانسنول وفيتامين اي وفيتامين بي 5 وزيت اللوز الحلو والأرجان. طبعا احنا معانا ارقام استاذه مروه على الشاشه. استاذه مروه هتعملي قد ايه خصم لاي حد بيتابع برنامج نجمه في معياره؟ أكيد طبعا عندنا عروض لوليا مستمرة دايما أكيد، ومعمول أوفر على الباكج المكون من 3 منتجات ممكن أي حد يستفيد بيه. طيب عايزين نعرف بقى يعني ازاي احصل على المنتج، يعني اقدر اطلبه اونلاين، اقدر اطلبه من بيج، اقدر اطلبه من ابلكيشن معين، يعني عايزاكي تكلميني اكتر هو متاح فين؟ أي حد محتاج يحصل أو يتوفر على المنتجات ممكن يتواصل معانا على الفيسبوك أو هنلاقي يا الانستجرام. جماعة الصفحات بتاعتهم على الشاشة. على البيج بتاعة الفيسبوك أو الانستجرام، وحد من التيم بتاعنا هيرد عليه في أسرع وقت ممكن. طيب لو عروسة وعايزة كل المنتجات دي بتعملي اوفر قد ايه؟ طبعا حاليا هو لوليا عاملة أوفر حلو جدا لكل متابعين البرنامج طبعا، ولأي حد ممكن يقدر يستفيد بيه. هتنزلي منتجات جديدة امتى بقى؟ إن شاء الله قريب، بالفعل ناويين ننزل كذا منتج جداد بس قدام شوية، علشان مركزين الفترة دي على أكتر 3 منتجات السوق محتاجهم، وعلشان نقدر نطلعهم بأحسن شكل وجودة ممكنة. بتاخدي وقت قد ايه في تحضيرات المنتجات؟ أكيد طبعا التنفيذ بيبقى صعب لأنه بيبقى بأوزان مختلفة ودقيقة جدا، لأن كل منتج خاماته بتبقى بنسب معينة. بالنسبة للوقت بياخد من نص ساعة لساعة تقريبا لكل منتج، وبرضه على حسب الكمية المطلوبة. يعني تحبي تقولي ايه لكل متابعين براند لوليا يا استاذه مروه؟ أحب أقول لهم إن إحنا عملنا منتجات مصرية 100% بتنافس المنتجات العالمية، وبجد بدل ما إحنا بنفضل نحتار ندور بقى عايزين حاجات كتير عشان نعالج بيها بشرتنا، احنا اختصرنا كل الحاجات دي في منتج واحد بس عشان نعالج بيه بقى جميع مشاكل البشرة. نورتينا، ده نورك يا روحي، شكرا. شكرا شكرا. نروح فاصل بقى ونكمل معاكم حلقتنا. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، ومعانا النهارده بقى براند مميز جدا. مع التقدم في العمر احنا كبنات بيظهر عندنا تجاعيد وبتبدأ المسام تكبر وتظهر تصبغات وبقع، وعلى فكرة ده حصل لي من مفيش قبل الهوا، ويحصل عندنا ترهل في البشرة وتبدأ الخدود تنزل كده وتسحب الوش لتحت، خاصة لو حد بينزل في الوزن والكولاجين بيقل، ده كله بيخلي شكلنا اكبر ومرهق جدا جدا جدا، والناس كلها تفضل تقولك انت شكلك تعبانة كده ليه، انت مرهقة ليه، وبنبقى كلنا مستغربين. طبعا ده بيكون بسبب اهمالنا في بشرتنا ومش بنعمل الروتين الصح اللي بيحافظ على مرونة الجلد مع عوامل الحر والرطوبة والشمس، كل ده بيضر البشرة اكتر، وكل المشاكل دي حلها بيكون فيلر او بوتكس، ولكن كل شوية بنسمع عن واحدة وشها باظ من كتر الفيلر وبيحصل تليف وتورم ومش مضمون، وفي ناس بتخاف من فكرة الحقن. انا عن نفسي بخاف جدا، ده غير ان في ناس ما عندهاش القدرة المادية انها تلجأ للتجميل. لكن بقى في كريم من شركة بيوتي كوين بيعمل نفس الافكت وتأثير الفيلر ونتيجة مضمونة من غير اي تشوهات، ده بالنسبة لي بجد اختراع، عشان كده النهاردة انا جايبة لكم الاختراع ده، كريم تربو سايز من شركة بيوتي كوين. دكتورة مروة، منتجات مصرية بتنافس اقوى الشركات العالمية، خليني اقول لكم كده مكوناته بس في الاول عشان تشوفوا قد ايه هي طبيعية. كولاجين البحري وزيت الصويا وزيت الحلبة وزيت بذور القطونة
كل المكونات دي بتحفز الكولاجين وبتعمل تدوير للوش مع امتلاء ورفع الخدود وشد التجاعيد. تخيلوا كل ده في منتج واحد وبيعمل كل ده. ده غير كمان ان هم عندهم سان بلوك غير اي سان بلوك لكل انواع البشره، وعندهم كل منتجات انواع العنايه بالبشره والجسم. نزلنا وصورنا مع الناس في الشارع عشان نعرف رايهم في منتجات بيوتي كوين، ومش بس كده عملنا مسابقه للي ما يعرفوش شركه بيوتي كوين، وشركه بيوتي كوين قدمت لهم هديه. حقيقه يا جماعه عايزه اكلمكم ان شركه بيوتي كوين دلوقتي بقت من اهم شركات السكين كير في مصر، وكمان مرخصه من وزاره الصحه، والشركه بقى لها اكتر من 10 سنين في السوق. وحقيقه دكتور مروه عامله مجهود هايل في المنتجات، وكل شويه بتطور منتجات. يعني هم دلوقتي عندهم منتجات للتخسيس، وعندهم منتجات كتيره جدا تقدروا تطلبوها من بيج بيوتي كوين. انا فخوره ان ده براند مصري 100%، وان احنا بقى عندنا شركات مصريه 100% بتنافس كل البراندات العالميه. خلونا نطلع نشوف التقرير بعد كده نرجع لكم تاني. برنامج نجمك مع يارا قرر ينزل ويسأل البنات تعرفوا بيوتي كوين ولا لا، وكمان نسألهم سؤال، اللي هتقول السؤال صح هتكسب معانا يا بديل للفيلر مقدم من بيوتي كوين يا سان بلوك. تعالوا نشوف ردود الناس كانت ايه. عرفينا بنفسك الاول. سارة. طب يا سارة، احنا برنامج نجمك مع يارا على قناة هي، وبنقدم هدية من شركة بيوتي كوين. تسمعي عن الشركة دي قبل كده؟ اه شفت كذا حد اتكلم عليها على السوشيال ميديا وكده. طب ايه اكتر حاجة متحمسة لها من بيوتي كوين؟ إيه في الفيلر، وناس اتكلمت عن سان بلوك، فالواحد متحمس كده يشوف موضوع الفيلر دوت هيبقى بديل كويس ولا لا. إيه طيب دلوقتي هنسأل سؤالين، لو جاوبتهم صح هنديكي هدايا من بيوتي كوين. الجل بيتحط الاول ولا السان بلوك؟ لا الجل الاول، مرطب الاول بعد كده السان بلوك. بنعمل تنظيف لبشرتنا كل قد ايه؟ التنظيف اليومي الطبيعي، وبعد كده بيبقى في التنظيف العميق بيبقى مره كل اسبوع او مرتين على حسب البشره وعلى حسب الجو اللي انت موجوده فيه. مبروك يا ساره، كسبتي معانا منتج من بيوتي كوين. ميرسي. اتفضلي. اسمك ايه؟ فاطمه. بصي يا فاطمه، احنا برنامج نجمك مع يارا بيقدم هديه تبع شركه بيوتي كوين، تمام؟ لاي حد هيجاوب صح الاول كده. سمعتي عن شركه بيوتي كوين ولا لا؟ لا. طيب شركه بيوتي كوين هي شركه عندها كذا منتج، منهم تربو سايز ده بديل الفيلر، وعندنا منتجات تخسيس، وعندنا سان بلوك. هنسالك سؤال، لو جاوبتي صح هتكسبي معانا تربو سايز، تمام؟ ماشي تمام. اول حاجه بنحط الجل الاول ولا الجل المرطب الاول ولا سان بلوك؟ سان بلوك. غلط، الجل اللي بيتحط الاول. ازاي؟ الجل بيتحط الاول كسان بلوك. طيب محيط العين بيتحط عليه سان بلوك ولا لا؟ لا. اجابه صح، كسبتي معانا تربو سايز. شكرا. شكرا بيوتي كوين. اول اللي عرفينا بنفسك. لمياء جمال. احنا في برنامج نجمك مع يارا قررنا نهدي اللي بيتابعونا هديه، او مش حتى لو مش بيتابعونا هنقابلهم في الشارع ونسالهم سؤال ونديهم هديه. الهديه دي مقدمه من بيوتي كوين، تمام؟ تمام. اول حاجه تسمعي عن بيوتي كوين؟ اه سمعت عنها. سمعتي عنها ايه طيب؟ ريفيوز على السوشيال ميديا من فنانين كتير وبلوجرز. سؤال التقرير بيقول بنستخدم الاول جل على وشنا ولا سان بلوك الاول؟ الجل الاول. لا خلاص، كسبت معانا لمياء، هديه مقدمه من بيوتي كوين تربو سايز. ميرسي. شكرا. اسمك ايه الاول؟ علياء. طيب يا علياء، في مسابقه مقدمه من برنامج نجمك مع يارا من شركه بيوتي كوين، هنسالك اسئله وجاوبي عنها الاول. سمعت عن شركه بيوتي كوين اصلا؟ اه سمعت عنها، سمعت عنها للممثلين والفنانين بيستخدموها وبيتعاملوا معاها وكده. اكتر منتج متحمسه تستخدميه ايه من بيوتي كوين؟ بديل الفيلر. صح كده؟ بتعملي فيلر؟ اه شويه. طيب هسالك دلوقتي سؤال، ولو قلتي صح هديكي بديل الفيلر، تمام؟ بنحط الجل الاول على وشنا ولا سان بلوك؟ سان بلوك. غلط، الجل بيتحط قبل السان بلوك. طيب سؤال تاني، بنحط السان بلوك في محيط العين ولا غلط؟ لا ما بنحطش عند محيط العين. طيب شفتي كسبتي ازاي والموضوع سهل؟ ده هديه تربو سايز بديل الفيلر، كنت عايزه تجربيه وادينا قابلناكي وهتجربيه اهو، مقدم من بيوتي كوين. اتفضلي. شكرا بيوتي كوين. اسمك ايه الاول؟ اسراء محمد. بصي يا اسراء، احنا بنعمل مسابقه بين برنامج نجمك مع يارا على القناه هي مقدمه من شركه بيوتي كوين، لو جاوبتي على اسئله احنا نقول لك صح هتكسبي معانا سان بلوك، تمام؟ اول حاجه سمعتي عن الشركه دي قبل كده ولا لا؟ اه سمعت. ايه اكتر حاجه سمعتيها عنها؟ انا شفت فنانين كتير عملوا لها ريفيوز وبلوجر وانفلونسر كنت اعرفهم. يعني ايه اكتر حاجه متحمسه تجربيها من بيوتي كوين؟ هو السان بلوك تقريبا. طيب هسألك سؤال، لو جاوبتي صح هتاخدي معانا سان بلوك النهارده، الجل بنحطه الاول ولا السان بلوك؟ الجل. طيب بننظف البشره كل قد ايه مثلا؟ يعني شهر، وحسب البشره بقى في اقل وفي اكتر. كل والتنظيف المفروض يبقى فيه للبشره تنظيف يومي؟ اه ده طبيعي بالغسول. بتقولي كل يوم تنظيف يومي؟
يومي والعميق كل شهر. كل يوم تنظيف يومي والتنظيف العميق كل شهر. تمام. بنحط سان بلوك في محيط العين ولا لا؟ لا ما بنحطوش. كسبتي معانا سان بلوك من بيوتي كوين. شكرا. تعرفينا بنفسك الاول؟ سمر العسال. طيب بصي يا سمر، احنا عاملين مسابقه مع برنامج نجمك معيوره بالتعاون مع شركه بيوتي كوين، ان احنا هنسلمك هديه لو جاوبتي معانا صح. تمام. سمعتي الاول عن شركه بيوتي كوين؟ سمعت عنها. طب سمعتي يعني؟ شفت لها اعلانات كتير وبلوجرز عاملين لها وفنانين عاملين لها ريفيوهات كتير. طب ايه اكتر منتج متحمسه تستخدميه من بيوتي كوين؟ بازيل الفيلر ده حتتك. طبعا. طيب الجل بيتحط، هنسالك شويه اسئله الاول، هنسالك شويه اسئله الاول وتجاوبيها، لو جاوبتي صح هنكسبك بديل الفيلر وهنكسبك كمان منتج التخسيس. تمام مش مشكله. الجل بيتحط الاول ولا سان بلوك؟ لا الجل طبعا. تنظيف البشره كل ايه بقى؟ بما اني خبيره تجميل يعني بقول كل واحد ماكسيمم 21 يوم. طيب والسان بلوك بنحطه في محيط العين ولا لا؟ الوجه كله ما عدا حوالين العين خالص، وش كله ما عدا حوالين العين. طيب بصي بقى، بما اننا بنعمل بديل للفيلر فعايزاكي تقولي اكتر، بما انك يعني جاب بالصدفه ان احنا قابلناكي خبيره تجميل، فقولي لنا بديل للفيلر كده بتربو سايز متحمسه تستخدميه ليه؟ عشان انا ما بحبش العمليات التجميليه خالص خالص، ولا برجحها ولا بقولها حتى للناس عندي في شغلي، فاي حاجه بديله لا احب اجربها الاول وبعد ما اجربها اعلنها هقول. احنا هنكسبك دلوقتي تربو سايز. طب بصي يا سمر، بما انك جاوبتي كل الاسئله صح قررنا نكسبك منتجات التخسيس من بيوتي كوين وكمان تربو سايز اللي هو بديل الفيلر. اتفضلي. شكرا بيوتي كوين. اسمك ايه؟ تريفينا ماركو. طيب بصي عايزه اسالك سؤال، احنا دلوقتي بنقدم هديه من شركه بيوتي كوين من برنامج نجمك معيوره. تمام. عايزه اسالك شويه اسئله الاول، سمعتي عن شركه بيوتي كوين ولا لا؟ طبعا. سمعتي عنها ايه؟ طب ايه اكتر منتجات متحمسه تستخدميها منها؟ متحمسه اجرب سان بلوك. طيب انا اسالك سؤال، لو جاوبتي صح هندولك هديه. تمام. بنحط الجل الاول ولا الجل المرطب الاول ولا سان بلوك؟ الجل. بنرطب بشرتنا كل، بنعمل تنظيف للبشره كل قد ايه؟ كل اسبوع. بنحط في محيط العين سان بلوك ولا لا؟ لا. كسبتي معانا منتج تربو سايز بديل الفيلر. اتفضلي. شكرا بيوتي كوين. اسمك ايه؟ مدام حنان. ماشي مدام حنان، سمعتي عن بيوتي كوين قبل كده؟ لا الصراحه ما سمعتش. طب احنا برنامج نجمك معيوره بيقدم هديه للي هيجاوب صح، هسالك دلوقتي اسئله وتقول لنا اجابتها. بنستخدم الجل الاول ولا سان بلوك؟ لا بنستخدم الجل الاول. طيب السؤال الثاني بقى، عشان انت مش عارفه عن بيوتي كوين حاجه، بنحط السان بلوك في محيط العين ولا لا؟ لا طبعا مش بنحطه في محيط العين، يعني من فوق كده لا، يعني ممكن نحطه من تحت بس. شركة بيوتي كوين بتقدم سان بلوك وبتقدم كمان تربو سايز ده بديل للفيلر وبتقدم منتجات التخسيس، ايه اكتر حاجة متحمسة انك تشوفيها من بيوتي كوين؟ بصراحة كلهم يعني متحمسة اشوفهم كلهم. مدام حنان طماعة وعايزة المنتجات كلها بتاعت بيوتي كوين وهي اصلا مش كسبانة في المسابقة. تمام. احنا بنقدم لك تربو سايز من بيوتي كوين وان شاء الله يعجبك. ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع نجمة بقى بتاعتنا النهاردة. نادر دلوقتي لما تلاقي بلوجر أو صناعة محتوى بتقدم محتوى محترم ومميز، والأهم من كده إن هو شبه بيوتنا الأصيلة اللي ليها قيم ولازم نقدم حاجة تفيد بيها الناس، على عكس المنتشر الأيام دي، حد تقدر تتابعه وتخلي ولادك تتابعه وانت مطمن على ولادك ومرتاح وفي نفس الوقت بخفة دم وروح جميلة. منورانا صناعة المحتوى سيرة يوسف، أهلا بيكي. أهلا يا رب. ازيك؟ ايه الحاجات الحلوة بتنزليها دي؟ ربنا يخليك. منين الأول جت فكرة اللانش بوكس مع فويا؟ هي الفكرة جت كده صدفة، ان انا كنت بعمل فيديو بمناسبة بقى دخول الدراسة، كانت من سنة كده، السنة اللي فاتت، فانا كنت مبسوطة قوي ان هي داخلة المدرسة، حاسة ان هي حاجة كبيرة، هو ده احساسي اصلا معاها طول الوقت، اي حاجة بتعملها حتى لو صغننة كده بحس ان هي حاجة ضخمة بالنسبة لي، فكبرت الموضوع بقى تقريبا ولا ايه. عملت فيديو لانش بوكس، قلت اما اوري الناس كده انا هحط ايه في اللانش بوكس يعني، واوريهم او اسمع منهم اقتراحات، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط، لان انا برضو بشكل كبير ما كنتش عارفه انا بعمل ايه قوي يعني. عملت فيديو في التاني، لقيت الناس بقى بدات تتكلم، وايه ده الحاجات دي جامده قوي، ده دمها خفيف، ده مش عارفه ايه. وبعدين بقى لقيت حد قال لي احنا عايزين نشوف الصغنن اللي انت بتعملي له اللانش بوكس ده، فرجينا عليها.
رحت مطلعها معايا في فيديو. ومن هنا ضربت فايا خدت منك الاضواء بالظبط كده. فايا بعد الشهره بقى بتشوفي ازاي تاثير الشهره على الشخص صانع المحتوى. يعني احنا خلاص الحمد لله عملنا محتوى ونجح مع الناس واتشهرنا. اوقات بيبقى فيه حاجات ايجابيه بس برضو بيبقى ليها حاجات سلبيه. أكيد. ايه اكتر حاجات السلبيه اللي واجهتك انت وفايا بعد الموضوع ده؟ فايا موضوع التصوير مع الناس بره، وان احنا نروح في حته ونلاقيها ناس عايزين يتصوروا معاها او حاجه. بشكل كبير انا حلت لها الموضوع ده، بقينا لما نشوف حد عايزه تتصوري ولا لا، لا خلاص شكرا هي مش عايزه تصور، انا اسفه جدا. الموضوع بقى من خلالها هي، يعني انت عايز تتصور معاها فانا هستاذنك، بس استاذن انا موجوده الوقت كله، يا يلا بينا نعمل الحاجات كلها. وبصراحه الناس متفهمه جدا جدا الموضوع ده، يعني بلاقي ما حدش بيتقمص، ما حدش بيقفش. طب معلش انا اسفه جدا ممكن تستاذنيها، لو قالت لا خلاص. بس هي طفله برضو في الاول في الاخر بالظبط، وليها صحه نفسيه لازم نحافظ عليها، يعني ما ينفعش. انا بشوف المحتوى بتاعك كمان انت بتهتمي بالصحه النفسيه للطفل او الام اللي لازم تهتم بالصحه النفسيه للاطفال. طبعا. اغرب الحاجات اللي جات لك على السوشيال ميديا كانت ايه في الموضوع ده؟ في موضوع الامومه ده لسه قريب كان في ام بتشتكي لي بشكل لا ارادي ان هي بتغير من بنتها غيره عمياء، وبتقولي انا ما بعرفش اشوفها بنتي خالص، انا حاساها ومش درتي كمان. يعني انا كنت حتى بحاول اكلمها من المنطلق ده عادي، اي ام بتخلف بنت بنقول عليها درتنا، بقيت لي لا انا شايفاها واحده انا بغير منها جدا. هي بنتها عندها مش عايزه اقول تفاصيل كتيره يعني، بس هي بنتها مش في سن صغير، بنتها في سن فاهم. بس معقوله في ام ممكن تغير من بنتها كده؟ هي حاله موجوده وفي اكتر كمان على فكره، بس يعني دي من الحاجات اللي جات لي كنت استغربتها ان هي تقدر تحس احساس غيرة مختلط بكراهية اكتر ما تحس ان هو احساس فرحة. يعني في العادي الطبيعي ان انت اي حاجة ابنك او بنتك بيعملوها كمان، انت اكيد بتفرحي بيها طبعا، هي احساسها العكس. وطبعا نصحتها ان هي تشوف دكتور نفسي واديتها عنوان واديتها رقمه وزبطت لها الدنيا كلها، لان دي حاجة لا خلاص مش بقى مش سيرة اللي هتحلها لك، لا انت كده عايزة حد متخصص نفسيا يقولك انت مشكلتك ايه. انا بلاحظ كمان انت اكتر واحده بتشجعي فكره الثيرابيست والدكتور النفسي بالزبط. وان انا لازم اروح لو عندي مشكله لازم اروح. انت كان عندك تجربه كبيره مع الاكتئاب؟ بالظبط. وقبل ما يكون عندي تجربه مع الاكتئاب ما كانش عندي اي فكره عن ثقافه الثيرابي في حياتنا ولا ثقافه الصحه النفسيه في حياتنا. مع اول مره جالي فيها اكتئاب قعد سنتين، انا ما جايش اكتئاب قعد حاجه بسيطه، قعد سنتين ما تحلش غير بالعلاج. والناس كلها كانت بتخوفني جدا من العلاج، لا وهتاخدي العلاج خلي بالك هتفضلي كده طول عمرك ومش هتقدري توقفيه و و و. لما يئست لجأت للدكتور واداني دواء وهو ده اللي عدى الموضوع، ولو ما كنتش عملت كده الله اعلم كان زماني مكتئبه لغايه دلوقتي. بس زي ما بقول دايما لو بطنك وجعتك وفضلت توجعك هتروح لدكتور مش هتشخص نفسك، كذلك لو عقلك وجعك وفضل وجعك او حسيت ان دماغك فيها مشكله ما تروح لدكتور. انتوا عارفين ان التعب النفسي ده اسوأ من التعب الجسماني. التعب الجسماني ده ليه سبب، لو ناخد مسكن الدنيا هتبقى كويسه. واوقات كتيره جدا جدا بيبقى اصلا التعب الجسدي هو رد فعل او مجرد تسميع من تعب نفسي. مش بيقولك مسك دماغه وطب ساكت، هي طب ساكت دي ايه؟ ما هي تعب جسدي بس هو مسك دماغه الاول. فلما نحس بحاجه برضو في نفسيتنا مش لازم نقعد نكابر ونقول، بس هي ثقافه، هي ثقافه احنا محتاجين في مصر ننشر اكتر ثقافه الدكتور النفسي وتنتشر اوريدي، وان شاء الله الجيل الجديد هيطلع متصالح مع الفكره دي. يلا نعمل حمله نشجع الناس ان هي تروح لدكتور نفسي. انا بداتها كده كده. يلا انا معاكي. طيب بتتعاملي ازاي مع الانتقادات بقى على السوشيال ميديا؟ يعني مثلا خليني اقول لك يوم الحلقه بتاعتك انت وانتيكا ويارا كان في هجوم عليكي كبير جدا، سابوا كل حاجه وقالوا ان انت مش مناصره للست. طيب. انت مش مناصره للحاله اللي قدامك. فاتعاملتي ازاي في الموقف ده بالذات؟ بصي يعني سبيسيفيكلي في الحته دي في موضوع الحلقه دي تحديدا ما ينفعش اكون مناصره لطرف من الاطراف، ولا ينفع اكون مناصره ليها ولا ينفع اكون مناصره ليه، لان دول اتنين متجوزين بيحكوا عن بعض. حسام عمل حلقه معايا انا وجوزي، هل يقدر يقف في صفي انا؟ هل يقدر يقف في صفي محمود؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. احنا درسنا في الجامعه ان المذيع موضوعي حيادي يقف في الخط الرمادي كده، لو انت ولا انت مع ده ولا انت مع ده، خصوصا في الحالات اللي زي دي. ف
يعني اتنين متجوزين بيحكوا مع بعض انا مالي فهماني؟ فحسيت ان الموضوع بس خدتي بالك من التعليقات اللي... اه طبعا اكيد خدت بالي من التعليقات، بس بصراحة انا ما عنديش استعداد ان انا افكر كتير في التعليقات الوحشة او في حاجات ممكن توجع على فكرة. وبالمناسبة الحلقة دي ما تقالش فيها الحاجات اللي توجعني اصلا، عشان انا في الاول وفي الاخر كنت حاسة ان انا بقوم بدوري كمذيعة في الحلقة مش اكتر من كده. لا اصل هي لما قالت كذا انت ضحكتي، لا اصل هي لما عملت ما اعرفش ايه انت عملتي مش عارفه ايه، كل دي ردود افعال كان وراها كواليس الناس ما تعرفهاش وانا مش فاكراها بصراحه، يعني عشان ما اكذبش عليكي اقول لك انا والله ما فاكره. بس الموضوع كله فانه انا في الوقت ده بقوم بدوري كمذيعه في الحلقه، ولا كاني صاحبتهم ولا كاني صاحبه يارا اكتر من حسام بكتير، تمام؟ بس مش الكلام ده خالص، صاحبتها اكتر اصلا. طبعا. ثانيا الانتقادات بقى بشكل عام، لا بصي لو فضلنا ماشيين ورا الانتقادات بشكل عام مش هنعمل اي حاجه في حياتنا. صح. لو فضلت طول الوقت تشوفي مين بيقول مين بيعيد، ده في حياتك عموما، سيبك من ان انت تكوني شخص معروف شويه على السوشيال ميديا ولا حاجه، ده في حياتك عموما. مش في اهل وقرايب وجيران بيتكلموا وبيحكوا، امشي وراهم بقى، مش هتطلعي خطوه واحده قدام. الله اعلم ليه، بس هو كل واحد عايز يمشي يكون على كيفه كده. صح عندك. فلا شكرا والله، اللي عنده تعليق انت قررت تقول لي تعليقك ده على السوشيال ميديا وانا قررت ما اشوفوش خالص. اغلى هديه جات لك بقى كانت ايه؟ والله الهديه اللي انت لسه جايبها لي دلوقتي دي حاجه جميله وانا ممتنه ليها جدا، وكفايه ان انت يعني قدرتيني افتكرتي حاجه حلوه زي دي، والله دي حاجه لطيفه جدا مني. انا عايزه اقول لك انت اللي جميله، عايزه اقول لكم ان احنا حاربنا القدر عشان نعمل الفقره والحلقه دي، وهي كانت جميله جدا، وانا بجد انا على المستوى الشخصي بحبك قوي يا سيره. تسلمي يا رب. طيب عايزاكي تقولي لي بقى ايه اكتر حاجه مميزه بتحبيها في اللي بيتابعوكي هم كمان بيحبوها فيكي؟ اكتر حاجه مميزه هم كلهم كده على بعضهم مميزين. انت ما عندكيش فكره، انا لما بقعد اتخيل انا كنت زمان بقعد اتريق على الناس اللي بيقعدوا يقولوا انتوا مش فولورز، انتوا اخوات، انتوا عيله، كنت كفايه افوره بقى. لا ده بجد انت فعلا بتحسي، اصل بصي في ساعات الناس ما بيجيلهاش سبورت من اهلها، يعني في اهالي، مش اهلي بصراحه، انا اهلي الحمد لله سبورتيف جدا، بس في اهالي ما بيعملوش السبورت ده للناس. فتخيل لما يلاقي حد غريب، ودي حاجه تقدر بقيمه كبيره قوي انسانيا. صح. انت تلاقي حد ما يعرفكيش وما عندوش فكره عنك كشخص، هو بيشوفك بس من الموبايل او من الابلكيشن، بيحب كل الحب ده، معقول؟ ويبقى مثلا في مشكله ولا تلاقيهم داخلين يردوا عنك، كتب كومنت عليك، تلاقي واحده داخله انت مالك خليكي مش عارفه في حالك وكلام كده، دي واحده بتنصر كانها اختك. صح. فلا بجد مش خساره فيهم الالقاب اختي واخويا، دي مش القاب للاهل بس، لا للناس دي كمان. الريد فلاكس بالنسبه للموفايا من ناحيه البني ادمين كده، يعني ناحيه امتى تقولي ان الشخص ده كده ريد فلاج؟ يعني والله هي بتبقى راحه، يعني انا بس انا ما بعرفش استعمل المصطلحات الجديده بتاعه ريد فلاج والتوكسيك والمش عارفه الحاجات دي، جديده عليا يعني شويه، انا كبيره. لا مش كبيره قوي. فالموضوع ده ليه 31 سنه مش صغيره، بس انا بحس ان الحاجات دي بتبقى هي راحه كده، زي ما انت قلتي اول الكلام، قلتي ان انت بتحسي سيره شبهك، اي حد بحسه شبهي يبقى تمام، يبقى مش ريد فلاج، لا يبقى بني ادم طبيعي شبهي. وعاده النفس بتحب القريب منها او بتحب اللي بيفكر زيها، اللي من نفس بيئتها، من نفس العيشه والتربيه اللي هي اتربتها، فبحس ان تمام، يعني يبقى شخص كويس. لو صاحبتك جت قالت لك ان جوزها بيخونها هتعملي هتتصرفي ازاي؟ بصي موضوع الخيانه ده تحديدا، اصل الخيانه انواع كتير، الخيانه انواع كتير، اقصاها الخيانه الجسديه اللي احنا اللي متعرف عليها يعني. الخيانه والله ليها بقى ردود كتير، ليها ردود كتير، بس اللي اقدر اقوله لك ان انا عمري في حياتي ما حصلت ولا هتحصل ان انا في واحده صاحبتي مثلا جت اشتكت لي من مشكله بينها وبين جوزها، اول قلت لها لازم تطلقي، لازم تسيبيه. انا من انصار ان كل مشكله ليها حل، حتى الخيانه بصراحه ليها الخيانه ليها حل. انا إيه شايفه كده. ايه بقى؟ لا ما على حسب نوعها وعلى حسب الموقف. ده استاذ عمر فضل يخون هند صبري الحلقه 45 حلقه وخلها برده في الاخر. انا من انصار ان المشاكل الزوجيه بالذات كل مشكله وليها حل، احنا بس نعرف بندخل مين
وبندخله على أني كيفية، لأن ما ينفعش ندخل أي حد. وزي ما الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال، اللي هيدخل ده حبيب لك الخير وبيحب لك الخير، ولا بيفكر في نفسه، بيفكر هيطلع شخص جدع وهيحل المشكلة وينسب النجاح ده لنفسه، فكر في نفسه، دي أنانية، ولا بيفكر ان هو عايز الاتنين دول بجد يتصالحوا. بس كده انا شايفة ان فعلا لو اي شخص دخل ما بين اتنين بجد كل همه ان الاتنين دول يتصالحوا هيتصالحوا. احنا معظم بيتفرج علينا ستات، ياريت تسمعوا الكلام ده كويس وتنفذوه، عشان بجد ياريت بس نختار لو هندخل حد في حياتنا الزوجية بالذات بالذات صح. صاحبة بقى، قريبة، اب وام، على فكرة مش شرط يكون، مش كل كبار عاقلين على فكرة، ده عشان تبقي فاهمه، عشان كل الناس تبقى فاهمه دلوقتي. يلا اطلع يا ابني، يلا اطلع يا ابني. مش كل الكبار عاقلين، في كبار اصلا دماغهم صغيره بيدخلوا يبوظوا الموضوع اكتر. صح. فلو حبكت يعني ولازم ندخل حد، يبقى حد ربنا هدي كده. الحسد عمل في حياه سيره ايه هي وفايا؟ ياه لا كتير. بصي انا طول الوقت بقعد اقول يا جماعه الحسد مش كل حاجه. لا معلش، ما البنت تعبانه لسه، مش انا كنت لسه بقول لك هي فعلا بنتها تعبانه، بنت تعبانه وسخنه، وانا صعبان عليا ان انا والله سايباها ونازله في الوقت ده، لولا ان في حد الحمد لله ثقه يقعد معاها ما كنتش نزلت. بس ما اجيش بقى اقول في الحاجات دي ده حسد، انما لا حصلت. ايه اكتر حاجه حصلت قلتي ده حسد؟ حصلت ان انا كنت لسه منزله، كانت شخصيه، مش عايزه اقرب الموضوع عشان الموضوع هيتعرف، كان في حاجه بريشس يعني غاليه شويه نزلت على السوشيال ميديا من خلال شخص تاني مش مني انا. اوكي. بس انا كنت معاه في الفيديو، وسيره معايا وعملت كذا، قال للناس ان سيره عملت كذا. اوكي. وكانت حاجه ماديه مش حاجه معنويه. أوكي. يعني مش طموح، مش نجاح، كانت حاجه ماديه. تاني يوم كان في لوحه اعلانات وقعت على عربيتي. يا نهار ابيض. العربيه طبعا بدلت طبعا، دفعت اللي انت خدتيه. اصلا كانت عربيه قديمه صغننه، كانت العربيه قد المج ده والله العظيم، فهي العربيه مش مستحمله، لوحه الاعلانات وقعت عليه. دفعت اللي انت صرفتيه كله ولا خدتيه كله؟ لا حسيت ان بجد، لا ده بقى، لا مش هزار، لا ده حسد يعني، كانت باينه قوي، عارفه اوبفيس كده. طب وفايا امتى قلت ده حسدت، ده في حاجه مش طبيعيه؟ الفيديو بتاع ال باثروم، الباد ووردز تشالنج ده، كان متداري ماشي يعني، الفيديو احنا نزلناه وكان متداري. اسلام فوزي طلع عمل عنه رياكت، دي مسكره، دي حلوه. انا مش بتكلم على اسلام، اسلام جميل وصديقي، وياسمين مراته، هما الاثنين زي العسل. تقريبا الفيديو انتشر من ساعه ما اسلام اتكلم عنه، فبرضه بعدها ب 24 ساعه بالظبط، انا فاكره ان الفيديو بتاعه كان 1 داي، قطه عضتها يا حبيبتي. كنا في المستشفى بقى، قعدت 5 اسابيع. ليه اسلام كده؟ تاخد مش اسلام والله، لا يا اسلام ما تخليهوش يوقعوا ما بيننا، لا لا مش اسلام والله، بس زي ما بقول لك انتشار اسلام ما شاء الله الفيديوهات عنده، انتشار الفيديو نفسه خلى اسلام طبعا ليه ما شاء الله قاعده جماهيريه كبيره جدا، لا مهما نعمل اكيد مش هيبقى الفيديو عندي زي عند اسلام. هو نزل فيديو من هنا واتكلم بقى كلمتين حلوين في حق فايا، فالكومنتات كلها كانت حلوة. طب انت دلوقتي بتخافي من الحسد؟ يعني لو بتقعدي تقولي انا مش هنزل كده عشان الحسد، انا مش هروح اعمل كده عشان، فاهم؟ لا بس انا ضد اصلا ان في حاجات معينه في حياه البني ادم ما ينفعش تبقى اكسبوزد قوي، يعني مثلا عربيه جديده، شقه جديده، الرزق اللي هو الرزق قوي ده، المادي قوي ده، بلاش نكسبوز الدنيا ونطلع بقى بصوا يا جماعه يعني لو جبت فيلا مش هت، لا اطلع اقول، لا طبعا اطلع اقول ليه يعني، هو كفايه ان المقربين بيبقوا عارفين لمجرد المعرفه، انما اطلع انا اقول للناس معلش يعني انا اسفه، هحنس الناس يعني معايا؟ انا اسفه والله في اللحظه، عندك حق. اطلع يعني اقول للناس بصوا يا جماعه انا عندي ايه وانتوا لا؟ دلوقتي لو كمان الاوضاع بقت الناس تعبانه يعني لازم نراعي بعض شويه. حتى والله لما بلاقي حد يقول لي ده انت بتعقدينا باللانش بوكس اللي انت بتعمليه، اقعد اقول لهم ده انا بحط يا جماعه ده ميكس نوتيلا من عند عم احمد، اقعد اقول لها ده شويه توست وخيار وطماطم وجبنه، الحاجات هو الشكل يا جماعه على فكره. بس هي دي اللي انا بقوله بقى، انت ممكن تعملي من زي بيتك، هو ممكن يبقى من 50 متر وانت عامله جنه. بالظبط، انت ممكن تبقي عامله من الحاجه البسيطه جدا حاجه حلوه ولطيفه ودمها خفيف وشكلها حلوه. مش بيقول لك العين بتاكل قبل البق؟ صح. انا ببقى عايزاها كده تشوف الحاجه لطيفه فتاكلها كده بنفس مفتوحه، انما لا يبقى عندي حاجات اطلع اقول للناس بصوا انا جبت ايه، بصوا العربيه الجديده، طب بصوا الشقه الجديده، طب بصوا، لا
وده لما تتحسد عليه تبقى بصراحه لا تستاهل بقى يعني ما تعملش ما تعملش بقى فيها ما يعني بلاش ما تفتحش صدرك. اه يبقى باين للناس في الرزق الحاجات اللي احنا بنشتريها والحاجات الماديه دي. ايه اقرب بلوجر ليكي صديقه بقى؟ احنا عارفين ان كلنا معارف وكلنا زمايل وكلنا عارفين بعض، لكن مين اللي بتجري عليها وممكن تقعدي تتكلمي في التليفون بس تعالي تقول لها حصل معايا في الكامبين الفلانيه كده؟ منى متولي. منى متولي وندى طارق هما الاثنين شو هما رغيين فبجد ودرجوا اصل احنا بصي احنا شله بس هما اقرب ثلاثه يعني هو درجو ومنى وندى هما دول الثلاثه الرغيين جدا اللي انا بقى مش هقول قد حصل كذا فماشي تمام ونقفل لا مكالمات غير منتهيه يعني مكالمات ممكن تقعد دول بيونسوا طبعا يعني في اي مصيبه يقعدوا يضحكوا ويهزروا والله احنا كده كده اصلا يعني الحاجات دي خلاص احنا اتعودنا بقى على الكلام ده اتعودت على اي حد حقيقة. يحصل عنده مشكله تلاقي الباقيين سبورت كوميدي كده. ام خالد بقى اول ما طلعتي على السوشيال ميديا كله قارنك بام خالد وكان في مقارنات طول الوقت. انت قلتي اصلا في ستوري انا كنت خايفه في البدايه من المقارنات دي ان هي تزعل او أكيد. ان يبقى في حاجه علاقتك بيها دلوقتي عامله ازاي وشايفاها اصلا بتتميز بايه؟ لا هو احنا اصلا من الاول خالص المقارنات كان في مقارنات بتجرح شويه يعني جارحه انا ما احبش الست تشوف فيديو وانت غصب عنك هتاخدي موقف عدائي من الشخص اللي الناس عمالين يقولوا عليه دي مش عارفه دي احسن ده ما اعرفش ده ايه ده بصوا عملت ايه ده بص ليه تعملوا جو عدائي ما بين حد انا اصلا ما اعرفوش في الاول ما كنتش اعرفه صح لغايه لما لقيت الست سبحان الله واخده الموضوع بشكل عادي جدا تكلمني وهي تمام هي متصالحه مع نفسها جدا وثقتها في نفسها مخليها حاسه انه انا تمام انا مش متضايقه من حاجه فلا والله شخصيه جميله ولطيفه وحبوبه وجدعه وبنت ناس يعني جميله عوض بقى لسه جميله عوض حكايتك ايه مع جميله عوض اصل انتوا اكيد بعد الاستوري اكيد دخلتوا اتكلمتوا لا والله لا ما حصلش اي كلام ما بيننا خالص بس انا اتفاجئت ان هي كانت عامله لي كذا لايك على حاجه انا كنت منزلاها اتبسطت لان هي فعلا بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يعني عامه بقى لما تلاقي ممثل ولا فنان داخل يعمل لك لايكس ولا يشوف الستوريز بتاعتك ولا كده تحسي ان الموضوع انا ليه رهبه برضه بالظبط هي تحسي ان هو ليه رهبه كده شويه لا تحسي ان الشخص ده شاف كتير قوي فيعني الحاجه بتاعتك هي اللي هتعجبه فلما تعجبه بقى بجد تحسي ان الموضوع متميز يعني فلا طبعا اكيد طبعا كانت لحظه تميز يعني بالنسبه لي ممكن تدخلي التمثيل انت او فايا لا انا صعب طبعا انا ما عنديش مقومات الممثل يعني ولا درست تمثيل ولا افهم في التمثيل بس فايا يجي منها انها تمثل او تعمل اعلانات او الحاجات دي يعني انا ما بحسهاش اني بحس ان هي لو بقت وجه سينمائي دي حاجه حلوه بس الله اعلم وقتها انا هيكون موقفي ما اعرفش لسه كنت اقول لك الله اعلم يعني انا ما اعرفش بقى هبقى خايفه هبقى قلقانه هبقى تمام ولا لا هي هتبقى نقطه بقى محتاجه تفكير لان دي هتبقى بنحول بقى محور حياتها كله لحاجه تانية خالص لما بتتفرج على التلفزيون تركيش مامي انا عايزه امثل مع الفنان ده لا ضفايا طفله فوق ما تتخيلي تمثل مع مين وتقولي هي مش عارفه ان ده ممثل اساسا ده انكل عادي بجد لا فايا طفله جدا ودي من اكتر الحاجات اللي انا مبسوطه ان انا عملتها الحمد لله ان انا ربيت طفله بريئه ما ولا فاهمه حاجه ولا عارفه تمثيل ولا اعلانات ولا الكلام ده لا ما تفهمش هي الكلام ده خالص اكتر قرار خدتيه وندمتي عليه بعد كده من ناحيه في حياتي عموما ندمت انا ما بندمش لا مش فاكره يعني ما فيش حاجه معرفش لا مفيش حاجه محوريه في حياتي الحمد لله خدت فيها قرار وحسيت ان انا محتاجه ارجع فيه بشكل كامل لا عادي طب رايك في الترندات ظاهره الترند عامه يعني ما هي الترندات دي موجوده من قديم الازل هي مش جديده هي كانت بس بتطلع بشكل مختلف يعني كان في الاول كانت اسمها موضه بعد كده بقت فاشن بعد كده بقت ترند فهي موجوده عادي من زمان وفي ترندات سواء اشخاص سواء حاجات هي مش ظاهره هي حاجه عادي موجوده بس ادينا بنشوف بقى دلوقتي
يعني بنشوف العجب شويه بس تمام. يعني خلاص. اكتر حاجه غريبه شفتيها على السوشيال ميديا ترند؟ ترند هي كان زمان في ترند اسمه ايس بوكيت تشالنج، كان بتدلقي على نفسك جرد الميه بتلج. لو انت تفتكري كان ظهر وقت تقريبا قبل وقت كورونا او ده حقيقة. ده كان ده كان من اغرب وابشع الترندات اللي انا شفتها في حياتي. انا ادلق على نفسي تلج لا يعني لما كانت صعبه قوي. لما عملت الترند بتاع اللي هو الورد بات ناس كتير هجمت وقالت احنا مش كل ترند يطلع نقلده ومش عارفه ايه. اتعاملتي ازاي مع الموقف ده؟ وهل شفتي لو رجع بك السنه هتعملي فيديو تاني ولا مش هتعمليه؟ لا هعمله بس ما كنتش هعمله في التويليت فعلا، هما كان عندهم حق. ايه الفكره يعني؟ انا قريت في الكومنتس ايه الفكره من انه يتعمل في التويليت، وقعدت افكر ايه الفكره فعلا انه يتعمل في التويليت. مفيش فكره. هو اسمه باث روم باد ووردز تشالنج، هو اسمه كده. فانا خدت يعني عملته زي ما شفته، انا شفت الاجانب عاملينه فعملته زي ما شفت البلوجر الاجنبيه اللي كانت عاملاه. بس فعلا انا لما فكرت فيها عادي ما كانش في داعي يعني ان هو يتعمل في التويلت، ما كنا نعمله في اوضه عادي. بس الفكره كلها التويلت مفتوح، النور مفتوح، الباب نفسه مفتوح وانا واقفه بره، يعني انا ما كنتش سايباها قافله عليها الباب قافله عليها. حسيت ان هو يعني هي بتتكلم كانها قاعده في اوضه، فاهمه؟ انا ساعات ممكن اعمل ريفيو لغسول ولا حاجه في التويلت وانا بغسل وشي او كده وببقى بتكلم. بس حسيت فعلا لا ان هو ما كانش ليها لازمه ان هو يتعمل في التويلت. هم صح، اول مره اشوف حد معترف بغلطته او معترف بحاجه على السوشيال. اصل هي مش غلطه، انا لما عملتها ما كانش ده قصدي. ما كنتش فاهماها قوي لا هم عادي يعني انصح مني. الوقت يعني الوقت الحلو بيعدي بسرعه. ده كده كده. يعني انا عايزه اعرف رايك بقى، عشان انت بتطلعي في انترفيوز كتير وانا حاولت ان انا اطلع منك حاجه مختلفه كده. انت بصي يا يرا، انت اصلا جميله حبيبتي وانا والله اصلا بحبك. واسئلتك سريعه كده بينج بونج كده قاعدين الكلام رايح جاي بسرعه. بس انا مبسوطه والله ان كنت معاكي النهارده. والله نورتينا، وهتبقى معانا تاني وتالت ورابع عشان بحبها كده كده. انا نصيره لمفايا ان شاء الله. بجد الوقت الحلو بيعدي بسرعه، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالحلقه زي ما احنا اتبسطنا. اشوفكم في حلقه جديده مع نجمه في معياره الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.